عليكم متتبعين يوميات من لطيفة، كداري لاباس عليكم، اموركم هانية، كنا تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. هي كما كتشوفوا اليوم جينا لكم شاركي بوصفة، معكم الغداء. نشارك معكم الغداء ديال امي لطيفة. دارت اليوم اللوبيو، بتشاركها معكم بطريقتها بلا لحم بلا والو، كتجي واعرة. الا تبعتوا الطريقة ديالها راه غادي تعجبكم. المهم كما كتشوفوا معنا هذه اللوبيا في الزكاة بالليل طولت على هذا الشكل. كتجيبوا اللوبيا وكتبقى في الماء الليل كامل، كتبقى كتجي على هذا الشكل دغيا كطيب. وهذه بصله مشلضه وقزبر وجوج دروس ديال الثومه، واخا هي ما كتستعملهاش، استعملتها في هذه الوصفه. وقنوره ديال البقري، وكاس ديال الزيت المائده مخلطه مع الزيت النباتيه والبلديه. ايوا مطيشه، ومطيشه حكاتها، مطيشه الحكايه، مطيشه ديال عاديه ديال طريه وكتحكها. هي شحال شحال مطيشه هادي؟ تقدر نسكيلو هي كتبغي بزاف مطيشه، كتجي زوينه هي بمطيشه. ما عندنا ديك تاع الا كانت ديال الحك ديرها ثلاثه مطيشه تحكيهم وديري معاهم هذاك ديال الحك. انا ما كنشحر مطيشه ولا بصله، كلشي داكشي كيتجمع ولكن كيجي زوين. المهم هذه هي الطريقه ديال مي لطيفه، كدير اللوبيا وقالت لك كتجمع كلشي في خطره وكيطيب ولكن كيجي زوين. المهم جربوها بهذه الطريقه راه غادي تعجبكم. المهم تبعوا الخطوات ديالنا حتى الاخر، كتجي زوينه واخا ما شحط البصله. المهم هذا نص كيلو ديال اللوبيا، غير الا رطبتها كتزاد تبارك الله. هي واحد البصله، واحد البصله مشلضه واش واحد جوج دروس ديال الثومه، هي جوج دروس ديال الثومه وكزبر، شنو كزبر الربع. وكديروا كاس ديال الزيت مخلط بين الزيت البلديه والزيت العاديه النباتيه. ايوا كديروا مطيشه، مطيشه ديالنا اللي محكوكه، هذا كيلو ديال المطيشه. الا ما كانتش عندكم ديال الحب كديروا هذه ديال الدار، درتها انا غير هذيك هي دارتها ديال الدار العادي الطريه ديال الدار. المهم هي كتجمع كلشي دروك. المهم كما كتشوفوا راه كدير كلشي معقل معقل. ايه كدير القه ديال التحميره كلو بيه، غير الحروره شحال هادي ولا معلقه صغيره؟ معلقه صغيره ديال الابزار، ونص كنجبير كدير فيها نص معلقه هكا، قياس ديال نص معلقه ولا ربع صغيره، معلقه صغيره. وكدير الحلقوم البلدي كدير فيه معلقه، معلقه صغيره. ايوا والملحه دير كمون، دير شويه والكمون، كدير معلقه ديال الكمون صغيره. المهم العطريه كلشي اللي عندكم في الدار ديروه. المهم ما درت فيها السكنجبير والكمون الابزار والتحميره، ودرت الحلقوم البلدي السكنجبير والملحه. دابا كنور. المهم هي قالت لك كتجمع كلشي، كلشي كما كتشوفوا الطريقه كديرها هي ديما، كتجي تبارك الله زوينه ما شاء الله، بلا لحم بلا والو كتجي زوينه تبارك الله. تقولوا الا درت فيها الكنوره، المهم جربوها نتوما بهذه الطريقه راه كتجي زوينه ما شاء الله. المهم في الاخر تشوفوا معنا في التقديم كي كتجي. كتضيف ليها الماء وكتسد على الكوكوط وكديرها طيب، كتجي زوينه الا مشات طيب. وديروها نفس الكوكوط، هي دغيا كتربي طياب، واصلا راه كدير فيه اللوبيا باش دغيا طيب وتجي زوينه. المهم نسدو حنا الكوكوط ونديرها طيب، ومن بعد ما طيبها نرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا كيف جات ان شاء الله. ايوا كما كتشوفوا معنا ها هي اللوبيا ديال زوينه، ها هي جات زوينه تبارك الله ما شاء الله.
جربوها بهذه الطريقه راه كتجي تبارك الله زوينه. شوف كتجي كتجي خاطره ومعلكه، شتو شتي كي كتجي كتجي واعره تبارك الله ما شاء الله. زدت لها معلقه تاع السكر المعلقه سنيده ملي طابت محيت جاتها شويه اللي ما بغاش الحموضيه، فيها حموضيه بزاف اللي ما بغاش اللي ما بغاش الحموضيه معلقه ديال درت انا المعلقه ديال سنيده باش الحموضيه تبرز. بسم الله ربي بسم الله جات زوينه جات زوينه تبارك الله الحمد لله بغى الحمد درت لها بسم الله وان خش تاعك هكا هاتي زوينه تاعها جات واعره تبارك الله شتو شو شو بعدا كاينه تسميتو هي اللوبيه خاطره هي اللوبيه كي تبغي تفقى طيب ولكن تفقى في سميتها هي تبقى صاينه تكون مجموعه ما تكونش مبجعه هي تبان مبجعه خاصها تكون مجموعه تكون حبه حبه ها هي الزيت مع الشلاطه وداك الشيء كذا جبنا هاك مع الزيتون ديال الحراره كتجي غزاله تبارك الله. ايوا كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديالنا اللي كدير مي لطيفه ديال اللوبيا وبالصحه والراحه، وكنتمنى اللي يعجبو الفيديو يدير لينا لايك وخلينا شي كومونتير زوين، واللي كان جديد معنا اللي كان جديد معنا يشترك معنا في القناه ويفعل الشيء ديال الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد في القناه ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.